تعالوا مع بعض نعمل طبق السلطة. طبق السلطة اللي عامله دلوقتي بجد بعتبره لوحة فنية، ودايما سايبه للآخر عشان مخرجنا أول ما يقول لي وقتك خلص أجري على طول. أهو مقاديره على الشاشة الطبق ده، أهو، وزيت زيتون وتوم وعصير ليمون ومايونيز. زيت زيتون وتوم وعصير ليمون ومايونيز. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي سريعا واحنا شغالين كده مع بعض. نجيب طبق التقديم، اللهم صل على النبي، المركب الحلوه دي كده. المقادير على الشاشه شوفوها مع بعض، حلوه قوي. مقادير بسيطه في متناول الجميع. انتوا طبعا الشكل لطيف وحلو، بس الشكل ده ببساطه شديده جزر، كرنب احمر، كرنب ابيض، بس شويه شبت حلوين لان الكرنب فيه مشاكل مع الكولون ومشاكل الكولون، فاحنا عاملين ايه الشبت ده عشان يشيل مشاكل الكرنب، مشاكل الكرنب. وما ننساش طبعا زيت الزيتون مع عصير الليمون اللطيف الحلو اللي هو هيلعب دور كبير في ان هو ايه يدينا الطعم والفليفر اللي احنا عايزينه. معانا الاطباق الحلوه دي كده عشان عايز اتبل كل حاجه على حده. حلو، واحنا شغالين مع بعض باخد شوية كرنب من الأحمر والأبيض ده كده وأنا شغال. اللحمة على النار يعني سيبها تاخد راحتها. أول حاجة كده بعمل الجزر ده كده والكرنب الأبيض ده كده والكرنب الأحمر ده كده حلو، واخلي دول كده انا عايزهم دلوقتي اقول لكم اعمل بهم ايه. بنرسم احنا هنا حلو شويه شبت حلوين، فص ثوم محترم ني بالشكل ده كده، زبادي او مايونيز معانا، ده مايونيز بنحطه. السلطه دي بتحب المايونيز، مفيش مايونيز حط كريمه لباني، مفيش لا ده ولا ده حط زبادي، عصير ليمون، زيت زيتون، كل ده على السلطه واحنا شغالين مع بعض. وبلاش تشتري الصلصات اللي بتركبها ببعض المحلات دون ذكر اسمها. اعمل الصلصه من ايدك انت من الاخر اهو. حطيت توم، حطيت عصير ليمون، زيت زيتون، شويه فلفل وشويه ملح، واقلب كل ده مع بعضه يا عم الشيف. حلو قوي. اداني طبعا شكل لطيف اهو، الاولاد يحبوا الحاجات دي. تاخد الخليط ده كده، دي بالمعلقه كده بألف هنا وشفا، تاكليهم قيمتهم الغذائيه عاليه جدا. اخد الطبق ده كده واغرف دول هنا مع بعض اهو. لوحة فنية لغاية دلوقتي لسه ما خلصناش. ونوزع دول كده بشياكة. معانا بقية الخضار متقطع جاهز بنفس الشكل عشان الأولاد اللي هيقعدوا على السفرة يحبوا الحاجات ديت. نعمل لهم حاجة لطيفة كده ولوحة فنية اهو. شيل دي من هنا بمعلقة. تعالوا مع بعض نكمل السلطة بتاعتنا. اللهم صل على النبي. معانا الكرنب الأبيض، معانا جزر الشكل ده مطلوب، معانا الكرنب الأحمر، معانا كرنب أبيض. أنا شغال كده بعمل طبق أنا رايح حاجة ما مخلص شغل. معانا جزر، معانا كرنب أبيض، معانا كرنب أحمر، معانا جزر، معانا كرنب أبيض، معانا جزر. شفتوا الطبق الحلو ده كده؟ الطبق ده على السفرة بقى يبقى هو حديث الإيه؟ القعدة، حديث الطبلية. نرجع لطبلية زمان وأيام زمان والقعدة الحلوة. كنا نتكلم عن الفرخة اتكتفت إزاي واستوت إزاي واتحشت إزاي، وإزاي الرز ما طلعش من الفرخة يا أم محمد. ده انا لما بعمل الفراخ يا ام محمد بلاقي الرز طلع من قلب الفرخ.
لان مش بملاها جامد، بسيب مساحه للرز يفرد عضلاته جوه الفرخه او جوه الحماميه. اه كل ده مع بعض يا عم الشيف، كل ده مع بعض. الطبق ده محتاج نروع عليه كده عشان مخرجنا يجيب الصوره الحلوه. تكلفته كام ده؟ ثلاثة تعريف. كرومب كان عندنا استخدمناه في كذا جرنش برزنتيشن معانا، فحبينا نشغله. دي الصراحة اللي هي ما بتزعلش حد. مطبخك قبل ما تنزلي تتسوي وتشتري الحاجة لازم تاخدي بعضك وتعملي لفة على التلاجة والمطبخ زي الفل، دي ألف باء، وتشتري الحاجات المطلوبة لمدة أسبوع لمدة ثلاثة أيام، وتتفاجئ انك انت جايلك سفريه ولا بعزومه لمده يومين الحاجه ترجعي في التلاجه تلاقيها مش كويسه ترميها. ده اللي بيحصل، خلي بالك. اه ده بصل اخضر، انا دايما بحب البصل الاخضر شخصيته كده مع السلطه بالشكل ده كده. الطبق ده جميل جدا على فكره، هديه مني للاطفال الحلوين اللي بيقعدوا على السفره، هم زبوهم ايه ياكلوا كل يوم سلطه بتنجان وطماطم مخلله شويه زيت زيتون. الف هنا وشفا. ده عدله ايه يا شيف؟ توست محمص. عدله توست محمص تقدميه معاه لو انت عاملاه وجبه لوحده. حلو الكلام.